السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. ما زلنا مع آية وحكاية، والنهاردة الحلقة رقم 2 في آية وحكاية. وربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. النهاردة بنتناول سبب من أسباب النزول، وقلنا أن آية وحكاية كل الدروس هتكون من كتاب أسباب النزول. ده كتاب مبسط جدا، أظن في حدود كم صفحة، في حدود 656 صفحة، فيه كل أسباب النزول التي وردت في القرآن. كل آية لها سبب نزول وارد بفضل الله بتخريجه بسند صحيح. ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين يعني حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. النهاردة بنتناول آية، امبارح تكلمنا عن التوبة في الآيات التي تناولناها بالأمس. النهاردة بنتناول آيات من سورة لقمان، الآية رقم 14 و15، وهي قول المولى عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فالمولى عز وجل بيقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في أمور الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآيات دي كان لها سبب نزول، ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم علمت أمه بإسلامه. وكان سيدنا سعد كان بيضرب به المثل في البر بالوالدين، كان من الناس المعدودين على الأصابع اللي بيضرب بهم المثل في البر بالوالدين. كان برا بأمه رضي الله عنه وأرضاه، فأمه راحت قايله له: يا سعد، تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال: أجل. قالت: فإذا فأنا غضب عليك إن لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتخرج عن هذا الدين. فقال: يا أمه، إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله جل وعلا، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. هي راحت مهددة، قالت له: إن لم ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لأمتنعن عن الطعام والشراب فأموت، فتعيرك العرب بأنك قاتل أمك. فرح إله نفس الكلمتين دولت، ففعلا امتنعت عن الطعام لمدة 2 يوم حتى أغمي عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة، فقام فأطعمها وسقاها، ثم قامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزلت تلك الآيات لآية وحكاية. نزلت تلك الآيات: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حيا بر الوالدين، أقسم لكم بالله إن بعد أداء الفرائض والبعد عن المظالم، وركزوا معايا، بقول لكم خلاصة حياة 22 سنة بدعوة، بقول لك بعد إقامة التوحيد وإقامة وأداء الفرائض والبعد عن المظالم، أقسم بالله جل وعلا ما في أفضل أبدا من بر الوالدين بعد كل هذه الأشياء. بل إن المولى عز وجل قارن بر الوالدين بالعبودية له سبحانه وتعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحان الملك. يبقى إذن موضوع بر الوالدين موضوع في قمة الخطورة. وزي ما قلت لكم إن المسلم لو عبد ربنا وصادينا في رمضان هيصوم وهيصلي وهيصلي التراويح ويذكر ربنا ويختم 10 ختمات قرآن، وممكن يروح يعتمر وممكن يروح يحج إن شاء الله قريبا. ورغم ذلك كل الأعمال ديت لا تقبل أبدا لو كان عاقا لوالديه. مين اللي بيقول كده؟ محمود المصري ولا فلان الفلاني؟ أبدا، ده النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. فكان من أول الثلاثة العاق الوالدين. فبر الوالدين ليه ثمرات لا تخطر على قلب بشر. وأكتفي في هذا الوقت اليسير ببعض الثمرات التي أذكرها لكم، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول ثمرة: بر الوالدين يفرج الله به الكربات. وأظن ما فيش كربات أعظم من اللي فيها الأمة الآن. الأمة الآن بتمر بكربات شديدة
أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم آمين يا رب العالمين. بر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات، ولعلنا جميعا نعلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فكم من ضمنهم كان كل واحد قال بقى خلاص نتوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال بتاعتنا، عمل معين نكون عملناه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فربنا يفرج عنا الصخرة بهذا العمل. فكم من ضمن الثلاثة، بل أول واحد في الثلاثة الذي تقرب إلى الله عز وجل ببره بأبيه وأمي فانفرجت الصخرة، غير أنها لا تسمح بالخروج لحد ما الثاني توسل بعملي والثالث توسل بعملي. ويجوز التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين يفرج الله به الكربات. عايز ربنا يفرج كربك، بر أمك وأبوك، موجودين برهم، مش موجودين برضو برهم، بالاستغفار لهم والدعاء لهما، انك تستغفر لهم وتدعي لهم وتعمل لهم صدقة جارية وتحج لهم مما كانوش حجوا، بس تكون حجيت عن نفسك، وتعمل لهم وتصوم الفرائض اللي فاتتهم، لو كان يعني فاتهم بعض الفرائض وكده فممكن تصوم عنهم ما فيش مشكلة خالص، وتعمل لهم صدقة جارية إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. ربنا يرزقنا إياكم نعمة البر بالوالدين. رقم اثنين، ان انت لو فزت بدعوة أبوك وأمك يا هنيالك ياللي فزت بدعوة أمك وأبوك. وأنا الحمد لله بقول من الناس اللي فازوا بجد والله العظيم، أفخر بإني فزت بدعوة أمي الله يرحمها، وما زلت أفوز بدعوة أبي ربنا يشفيه ويعفو عنه. قولوا أمين، ده والدي يعني لازم تقولوا أمين. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فالفوز بدعوة الوالدين، فعلا أقسم لكم بالله دعوة الأم والأب بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى ورحمته، أقسم لكم بالله بتفتح كل الأبواب المقفولة. كل شيء في دنيتك مقفول ومسدود ومتعقد ومتكلكع، بس دعوة أم، دعوة أم كده إن أمك تدعي لك تقول لك روح يا ابن ربنا افتحها في وشك. فالدعوة دي سبحان الله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصل لك كل أمور حياتك. قلت لكم قبل كده قصص كثيرة في هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد الحسن ثلاث دعوات لا ترد، مش ممكن تترد أبدا، دعوة الوالد لولده، خدوا بالكم، لان في كمان دعوه ايضا لا ترد اللي هي دعوه الوالد على ولدي. خليك ذكي، بدل ما ابوك وامك يدعوا عليك خليهم يدعوا لك عشان ربنا يكرمك وتفلح دنيا واخره. اقسم لكم بالله ان ما افلح ابدا انسان باء بدعوه امه وابيه عليه، ولا خسر انسان ابدا فاز بدعوه امه وابيه. اللي يفوز بدعوه امه وابوه ان شاء الله ربنا هيكرمه دنيا واخره، واللي امه وابوه ميتين غضبانين عليه الله يكون في عونه. لكن عموما ما بنيأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو امك وابوك اخي ماتوا هم داعين عليك، ما دمت لسه حي اعمل خير لأمك وابوك عشان ربنا يرضيهم عنك في يوم القيامة يشفعوا لك إن شاء الله. استغفر لهم، ادعي لهم، اعمل لهم صدقات جارية، اعمل أي خير وهبهنهم ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. في الآخر بفضل الله هتفوز بخير لا يخطر على قلب بشر إن شاء الله، بحيث أن أنت تيجي يوم القيامة لو كان الأم والأب زعلانين منك، يوم القيامة لما يلاقوا الخير اللي أنت عملت لهم ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هيرضيهم عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير، واللي خلى المجتمع كله يحب بعض ويتماسك، والقلوب كلها تتآلف وتتصافح قبل الأيدي. النبي اللي علمنا كل ده صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة، ان بر الوالدين سبب لسعة الرزق وزيادة العمر. قلنا الكلام ده كتير قبل كده، يلي رزقك ضيق واللي محتاج ان ربنا يوسع عليك ومحتاج ربنا يطول في عمرك، يطول في عمرك حقيقي او يبارك في عمرك مجازا، يبقى لو فعلا محتاج بركه في عمرك او محتاج طول حقيقي في عمرك عليك ببر الوالدين وصله الرحم. حديث في البخاري ومسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من سره اللي يحب، تخيل بقى حضرتك لما كانه اوكازيون يقول لك اللي يحب انه يفوز ب 100,000 جنيه يجي يقف معانا هنا خمس دقائق ويجاوب على الثلاث اسئله دولت يفوز ب 100,000 جنيه، هتلاقي الشعب كله واقف في الميدان ده، واخد بالك؟ طب لما النبي يقول لك اللي يحب ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله ويوسع له في رزقه ويمد له في اجله يبر امه وابوه ويصل ارحمه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره اللي يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثري في عمري، خد بالك، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي
وفي رواية للبيهقي فليبر والديه وليصل رحمه، يبقى بر الوالدين وصلة الرحم حطهم على بعض كده تلاقيهم بفضل الله سبحانه وتعالى زيادة في الرزق وسعة في العمر. قول لي الكلام ده مش منطقي، لأن أنا لما ببر أم وأبويا ما أنا بدفع فلوس، ولما بأصل أرحامي أكيد مش هخش إيدي فاضية وإلا الناس هتحتقرني وتضايق مني. أقول لك سبحان الله، خليك على يقين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما النبي يقول لك ادفع فلوس اللي في جيبك هيزيد، خليك على يقين. ما نقص مال من صدقة، خليك على يقين. انت بتدفع والفلوس اللي في جيبك بتزيد، بتزيد بايه؟ بالبركة، وبتزيد بان ربنا يدفع عنك بلاء كنت هتدفع فيه دم قلبك، وبتزيد بان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في المال اللي في جيبك ده فيصبح بركة التسعين جنيه بتسعين الف جنيه. خليك على يقين من كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، صدق بكل ما يقال من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا بيبارك لك في مالك وبيزود لك مالك وبيبارك لك فيه وبيدفع عنك من السوء بما يوازي المال اللي دفعته 100,000 مرة ويمكن أكثر، وفوق ده كله كمان ويمد لك في أجلك. قل لي إزاي إذا كان الرزق معلوم وإذا كان الأجل معلوم؟ أقول لك في حاجتين، نوعين من القضاء، وقلنا بكده الموضوع ده قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء مبرم هو ما كان في علم الله في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خد بالك، يمحو الله ما يشاء في علم الملك. علم الملك أن ربنا بيقول له سبحانه وتعالى في عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه أو بر والديه فيبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه ولم يبر والديه فعمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا أن العبد ده سيكون بارا بوالديه وصولا لرحمه، يبقى ربنا يعلم مسبقا أن عمره 70 سنة، لكن مكتوب في الكتاب عند الملك أن عمره 60 سنة، لو زود هيبقى 70، وربنا يعلم أن هو هيصل رحمه وهيبر والديه، يبقى ربنا يعلم أن عمره 70 سنة، يبقى زوده ال10 سنين دولت. الحاجة التانية أن ربنا يبارك في العمر بأنه يعمل في ال60 سنة دول أو في ال70 سنة دول اللي غيره ما يقدرش يعملهم في 1000 سنة. وده حقيقة، في ناس عاشت سنوات بسيطة جدا ورغم ذلك قدمت للأمة اللي غيره والله ما يقدر يعمله في 100,000 سنة. يا سلام، شوف الأئمة الكبار اللي ماتوا عندهم 30 سنة واللي مات عنده 35 سنة، وتقعد تتعلم وتقرأ من كتبه من يوم ما طلبت العلم لحد ما تودع الدنيا ولسه ما خلصتش الكتب بتاعته. حاجة غريبة جدا جدا وشيء بركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أما زيادة الرزق فمعلوم إن المولى عز وجل لما يقول لك على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه في أي أمر من الأمور دي، يبقى لما تعملها إن شاء الله ربنا هيبارك لك في رزقك بفضل الله. رقم 4، بر الوالدين كفارة للكبائر. لو الإنسان وقع في كبيرة فالواجب عليه أن يتوب، ومع التوبة بفضل الله كما قال مكحول بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصلته من هو أكبر منه سنا. رقم 5 حبيب قلبي، بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم أنه أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل، فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال أجل. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، لأن ده بيكون بمثابة الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. تعالوا نكمل ثمرات بر الوالدين، ولكن بعد الفاصل اعمل حاجتين، صل على حبيبك وبوس ايد امك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله على صوتك يا مصطفى، ربنا يبارك فيك حبيبي مصطفى اللي كان بينشد التتر ده، صوته حاجة جميلة قوي، ربنا يزيدك حبيبي من فضله ويبارك في عمرك. والله الواحد بيفرح بأي موهبة موجودة في بلدنا، وبلدنا مليئة بالمواهب. ربنا يا رب يبارك في مصر وفي أهل مصر، ويبارك في كل الأمة الإسلامية يا رب العالمين، ويبارك في كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويسترك ويحفظك يا رب. بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة، يا رب ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. أجل الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لما دخلوا على الشاب كان بيبر أم وأبوه، فدخلوا عشان يلقنوه الشهادة، فإذا به يقول لهم قولوا لا إله إلا الله
وقال لهم كده ومات على تلك الكلمة الجميلة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغية وأدخلها الجنة لسقيا كلب، أمال اللي أعزكم الله، أمال اللي يسقي أمه وأبوه ويكرمهم ويطبطب عليهم ويريحهم ويبرهم، ربنا هيعمل في إيه سبحانه وتعالى. رقم 8، بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. اسمع لقول المولى عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. آخر حاجة، بر الوالدين سبب لدخول الجنة: الوالد أوسط أبواب الجنة. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كده قبسات من سلفنا الصالح وبرهم للأم والأب، شيء يفوق الخيال. واحد اسمه عمر بن زيد بيقولوا له: كيف بلغ بر ابنك بك؟ وهو عند القبر بقى يدعي دعاء جميل جدا، فبيقول: يا رب لقد وهبتني الثواب على الصبر على موت ابني، فقد وهبت ثواب صبري لابني. فقالوا: يعني ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال لهم: والله ما صعد ابني، ما مشى ابني امامي قط في نهار ابدا، وما مشى يعني ابنه في النهار ما يمشيش الا يعني سبحان الله إلا وراه، ما يمشيش قدامه أبدا، وبالليل كان يتقدمني عشان لو كان في أي شر ولا في أي حاجة هو اللي يقع فيها ويفدي أبوه، وما رقى سطحا أبدا أنا تحته، وما نظر إلي أبدا نظرة يعني تؤذيني. سبحان الملك، حاجة غريبة جدا. فدعاله الدعوة الجميلة دي. كان علي بن الحسن رضي الله عنهم جميعا كان إذا أكل مع أمه كان يتركها تأكل أولا ثم يأكل بعد ذلك، فلما سألوه عن ذلك قال: أخشى أن أتقدم فآكل شيئا هي تشتهي فأكون قد عققت أمي، فأنا بسيبها تأكل أول وبعدين أكل بعدها. محمد بن المنكدر بيقول: بات أخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله، وبت أغمز أطراف أمي، فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. عبد الله بن عمر وهو واقف عند الكعبة لقى رجل بيطوف حوالين الكعبة وشيل أمه على كتافه والعرق نازل بيتصبب من وجهه، فقال: يا ابن عمر أتراني قد كافأتها أو وفيتها حقها؟ قال: لا والله ولا بزفرة واحدة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. عمر بن الخطاب قال واحد فبيقول له: يا أمير المؤمنين، إن أمي قد بلغت من الكبر عتية حتى أنا لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وأنا أحملها على ظهري، يعني لما تعوز تقضي حاجتها بشيلها لحد ما أوديها للصحراء تقضي حاجتها وبعدين أرجعها مرة تانية. أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، لأنك تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك هكذا في صغرك وهي تتمنى حياتك. سبحان الملك. كان حارثة ابن النعمان كان لما تيجي أمه تنام كان يمسح فراشها بإيديه خوفا من أنه يكون في حصوايا ولا أي حاجة تضايقها، فيتهم يديه يقول: أكيد إيديه خشنة، طب أمسح الفراش بوجهي. فكان يمسح الفراشة بخده علشان يطمئن أنه ما فيهوش أي حاجة. وكان يقول: والله منذ أن أسلمت ما طعمت أمي لقبة بيدها، كنت أنا اللي بأكلها بيدي رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير كان دائما هو يصلي ويسجد كان يقول: اللهم اغفر للزبير بن عوام وأسماء بنت أبي بكر لهم أمه وأبوه. حاجة عجيبة جدا. أختم لكم بقصة عجيبة جدا يعني عن طاووس اليماني. بيقول كان في رجل كان عنده 4 من الأولاد، فمرض الرجل يعني مرضا شديدا، فابن من أولاده الأربعة قال لهم: إيه رأيكم تمرضوه أنتوا وملكوش أي حاجة في الميراث بتاعه، ولا أمرضه أنا ومليش أي حاجة في الميراث؟ طبعا البديه يقول عكس كده، أمرضه وليه الميراث وانتوا تمرضوه وليه كل الميراث، لما قال العكس قال لهم: أو أنا أمرضه يعني الحول أن أنا أتابعه وأكله وأشربه وأديله العلاج ومليش أي شيء في الميراث. قال له: خلاص مرضه أنت وملكش أي شيء في الميراث. ففضل يبر أبوه لحد آخر لحظة في حياته ويمرضه ويأكله ويشربه ويعمل معه كل حاجة لحد ما مات الرجل. المهم هذا الشاب نام في ليل
ليلة فرأى في المنام من يقول له اذهب إلى مكان كذا ففيها 100 دينار فخذها. فقال له هل فيها بركة؟ قال له لا ما فيهاش بركة. فلما صحي قال لزوجته الكلام ده، قالت له لا أكيد فيها بركة إن احنا نصرف على أولادنا. قال لا لا ما دام قال لي ما فيهاش بركة مش هاخدها. نام الليلة الثانية قالوا له قال واحد في المنام قال له خد في المكان الفلاني هتلاقي 10 دنانير خدها. قال له فيها بركة؟ قال له برضه ما فيهاش بركة. قال له خلاص مش هاخدها. في الليلة الثالثة قال له إيه؟ قال له روح المكان الفلاني هتلاقي فيه دينار خده. قال له فيه بركة؟ قال له فيه قمة البركة. فراح المكان الفلاني فلقى الدينار، خد الدينار ونزل السوق عشان يشتري سمك وأكل لأولاده. فلقى واحد معاه سمكتين كبار، بكام؟ قال له بدينار. قال له خد الدينار وخد السمكتين. راح شق السمكتين عشان يشويهم لأولاده، فلقى جوه كل سمكة لؤلؤة غالية جدا جدا جدا. فكان الملك في هذا الوقت في ذلك الزمان كان بيبحث عن تلك اللآلئ، كان يحدث عنها وكان بيبحث عنها. فلما عرف ان اللؤلؤة دي موجودة عند الرجل ده فقال له تباعها بكام؟ قال له بما تقدر ايها الملك. قال له بملء هذا الجوال الشوال دوت يعني 30 مرة ذهب أو دنانير إلى غير ذلك. فأعطاه فقال له دي لا تصلح بغير أختي، أكيد في درة تانية معها. قال له فعلا في درة تانية معها. فراح مديله التانية وراح مديله ضعفها ثروة، فأصبح من أغنى الأغنياء ببره بأبيه وأمه. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم البر يا رب، ويرزقنا وإياكم الإحسان إلى الأم والأب. حبايب قلبي والله العظيم ربنا هيكرمكم كتير في حياتكم. انتوا في الصيام دلوقتي وفي تعب ولسه جايين من صلاة التراويح، ولسه ان شاء الله في اخر رمضان يبقى فيه تهجد وقراءة قرآن وذكر لله وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا مش هيقبل كل دوت الا بركم لأمك وأبوكم. ولو ما برتوش الأم والأب صدقوني والله لن يقبل الله منا صرفا ولا عدلا. أبوس إيديكم، بروا أبائكم وأمهاتكم، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. إن شاء الله نلتقي بكرة إن شاء الله مع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ في الكتاب المستبين. لما نقرأ في الكتاب